السلام عليكم. الطريق مثل ما انتم شايفين انهار، شوف السيول تبارك الرحمن، شوف وسكرت حتى الدائري السابع، راح تسكر الدائري السابع. مثل ما قلت لكم هذه المشكله كلها من قرب عبد الله مبارك. تصريف الماء اللي جانا من قرب عبد الله مبارك هو اللي سبب لنا مشكله، شوف شوف السيل الحين راح اصوره باتجاه الدائري السابع، سكر الشارع بالكامل. كلمت العقيد المنصوري، الله يسر على الناس، بس انا كلمتهم بالداخليه الله يهديهم. شوف 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 عقيد محمد بسرعه، الله يرحم والدينك، سكروا السابع ضروري بسرعه، سكروا السابع، نبي المطاف، يطلقون احد، العالم مغرقت. Yeah.